تشرفنا بزيارة اللواء الركن حسن مكنزي قائد قوات مكافحة الإرهاب وقائد العمليات الخاصة والوفد المرافق لهما إلى ديوان محافظة نينوى. بالطبع كل أهالي محافظة نينوى وكل العراقيين يستذكرون جيداً الصولات والجولات التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب أثناء عمليات التحرير وكذلك عملية الإغاثة وعملية النزوح. ما قدمه هذا الجهاز لن ينساه أبناء محافظة نينوى، وإن شاء الله هذه الجهود اليوم نحن نكرسها بالعمل وعملية إعادة الإعمار والبناء. هذه الزيارة تأتي من أجل التواصل بين محافظة نينوى وجهاز مكافحة الإرهاب ورسم الخطط الأمنية المستقبلية لمحافظة نينوى. فأهلا وسهلا بسيد القائد والوفد المرافق إلى محافظة نينوى التي دائما أهالي محافظة نينوى يستشعرون الخير بوجود جهاز مكافحة الإرهاب الذي أبلى بلاء حسنا في تحرير محافظة نينوى وطرد العصابات الإرهابية.